فنرجع لموضوعنا، اخوي علي نوه على اللي عندهم مبالغ، انا بنوه على اللي ما عندهم شيء، مثلا اصحاب الدخل المحدود او القليل. 300 ريال اكيد انا عنده في راتبه مدبله 6 مرات، فلو ياخذ 300 ريال ويتبرع فيها تبارك له حتى خلال شهر كامل. وفي ناس طول العمر اللي ما عندهم مبالغ، او في بعض الناس صغار السن يشوف المقاطع يتاثر وده يتبرع وده يحدى وحدونا، لكن ما عنده مبالغ، ايه ما عنده استطاعه. ف لو ياخذ 5 اشخاص ولا 10 اشخاص ويتقطون 300 ريال هذه طول العمر ويتبرعون بها الجمعيه، فاجرها لهم كله. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاكم خير ويوفقكم وينفع بكم جميعا. ترى على فكره جهودكم ونشركم الخير وكلامكم الطيب هذا ترى تؤجرون عليه، وحنا دائما نقول للمشاهدين المستمعين